في رأس السنة الميلادية من ميلاد عيسى عليه السلام، وتشوف اللي بيحصل في هذه المناسبة وهذا العيد من أعياد المشركين. رأس السنة والكريسماس وغيره وشم النسيم دي أعياد بتاعت المشركين، ما يجوز لمسلم يؤمن بالله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يحتفل مع هؤلاء، ولا تطلع معهم ولا تقول له كل سنة وانت طيب، ولا تقول له يا أخي إن شاء الله السنة الجاية تأمين ولامين، إن شاء الله السنة الجاية ربنا يهديهم للإسلام، لكن تأمين ولامين معناتها في زيادة. ناس يعتقدوا عقائد فاسدة، وناس نسبوا لله تبارك وتعالى الولد والصاحبة، كيف تحتفل معهم؟ وفي جماعة من هنا أصحاب طرق فاتوا لهم لحد أمريكا، هناك خشوا جوا البيت الأبيض وجوا راجعين وطلعوا بيان عظموا فيه أكبر نصراني كافر في هذه البلاد، قالوا حضرة الأخ الأكرم الأب فيلو ثاوس فرج حفظه الله، دير أصحاب طرق تقالوا منو يعني ده حفظه الله، ده يتعارف عقيدته ولا ما عارفه؟ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أنا أوريك عقيدته من خلال القرآن. ربنا قال في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما وفظيعا تكاد السماوات، شوف الكلام ده، السماوات تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، الأرض تشقق من هذا الكلام ومن هذه العقيدة أن الله عز وجل له ولد أو له صاحبة، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يحتفلوا ويطلعوا رأس السنة ويفكوا في الألعاب النارية ويشتروا في الطورتات وطالعين في النجائل والحدائق، في نفس الوقت لتعلم التناقض منو سب النبي قبل فترة وطلع فيه رسوم مسيئة وطلعوا فيه فيلم وأساءوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، منو؟ مش دلاتهم؟ في الوقت اللي بتحتفل فيه والآن أنت برأس السنة الكنيسة الكبرى في روما برضو بيحتفلوا إنه ربنا عنده ولد وعنده صاحبة، تحتفل معنا زي ديل؟ ألا تستحي من الله؟ ألا تغار على ما جاء به رسول الله من أعظم وأوثق عرى الإيمان؟ الحب في الله والبغض في الله، عقيدة الولاء والبراء. عشان كده تلقى كثير من شباب المسلمين يطلعوا الساحات والنجايل ويقع فيها من الفساد ما الله به عظيم، ده كله سبب التفريط في الكتاب والسنة. وكثير من الناس الآن إلا من رحم الله يجهل هذه الأمور. المهم واختم إن شاء الله، فمن الظلم قلنا دعاء غير الله تبارك وتعالى، فالإنسان إذا أراد أن يدعو يدعو الله تبارك وتعالى. دي رسالة لكل مسلم ولكل مسلمة، عليه أن يعتقد جازما أن الذي يدعى في الشدائد هو الله تبارك وتعالى وحده دون ما سواه، لا ملك لا نبي لا رسول لا صالح لا طالح. والآيات في القرآن لا تخفى عليكم، ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وحذرنا ربنا من دعاء غيره، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، قال لك لا بينفعك لا بيضرك.
وهناك ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر ولا بزحوا بالكلية فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. عشان كده الإنسان ينقي عقيدته. العقيدة أغلى ما يملكه الإنسان، والله جد العقيدة أغلى شيء يمتلكه الإنسان، ويلقى الله تبارك وتعالى بعقيدة صحيحة، ويلقى الله عز وجل بتوحيد خالص لا شرك فيه، فهذا بحول الله تبارك وتعالى أن يرحمه الله عز وجل. أما إذا لقي الإنسان ربه بعقيدة شركية، إنه غير الله بيعلم الغيب أو يتصرف في الكون أو يهب الذرية أو يزيد في الأرزاق أو غيرها أو بنزل المطر أو يشفي أو كده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يروي عن رب العزة والجلال أيضا: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بغرابها مغفرة. توحيد، لابد التوحيد ينتشر، السودان كله دار توحيد، والله جد الموحد يذكره بالتوحيد، والذي يعتقد في الموتى يدعى إلى التوحيد لكي يوحد الله عز وجل، لكي ينزل علينا الله سبحانه وتعالى الرحمات والبركات ونعيش معيشة كريمة وطيبة وهنيئة، ونكفر بكل الطواغيت التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. لابد، ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولماذا لا يدعى الله تبارك وتعالى وحده وأنت تتقلب في نعمه ظاهرا وباطنا؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لماذا لا يدعى الله عز وجل وحده ويدعى معه غيره من الفقراء ومن الموتى ومن أصحاب القبور الذين لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ وربنا يقول في القرآن: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالإنسان يطبق التوحيد في نفسه وفي بيته وفي زوجته وفي أبنائه، ويلتزم بالدين ظاهرا وباطنا، لأنك سوف تأتي يوم يقول فيه الإنسان: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ربنا يقول: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذه كلمات وفقني الله لقولها، أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعني بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم الشيخ شهاب عوض، فليتفضل مجزيا مأجورا.